وللمزيد من التفاصيل والمعلومات تنضم إلينا من حي الشيخ جراح مراسلة الغد إيمان جبور. إيمان، أهلا بك. ضعينا في صورة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوقفة التضامنية في حي الشيخ جراح. نعم، للتو انتهت هذه المظاهرة، يمكن وصفها بالمظاهرة الشبابية. معظم المشاركين فيها كانوا من الشباب، وأيضا كان هنالك بعض المتضامنين الأجانب. مظاهرة دعا إليها بعض من الشبان، جاءوا أيضا الكثير من المتضامنين من مدن وقرى الداخل الفلسطيني عام 48. رأينا كانت هنالك مواجهات واشتباكات حتى بالأيدي ما بين الشبان وما بين أفراد من قوة الشرطة الإسرائيلية وأفراد أيضا من قوة حرس الحدود. كانت أيضا هنالك بعض القنابل الصوتية. بدأت الاشتباكات حين أصر أفراد قوات الاحتلال بجمع الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها. نرى بأن هذا الأمر يعني أساسي في السنوات الأخيرة، يمنعون رفع العلم الفلسطيني في أي مظاهرة تحدث هنا في القدس المحتلة. والموضوع هو طبعا رمزي بامتياز، ويعبر عن الصراع على السيادة في القدس الشرقية. إذن بدأت الاشتباكات مع جمع الأعلام الفلسطينية ومحاولة إنزالها. كان هنالك 3 معتقلين تم اعتقالهم من المظاهرة. القضية كما ذكرنا هي قضية عائلات الشيخ جراح المهددة بالإخلاء. هنالك 28 عائلة مهددة بالإخلاء، وجاءت هذه التظاهرة تضامنا خاصة مع العائلات الأربع التي من المفترض أن تطرد من بيوتها غدا. معنا هنا أحد أصحاب هذه البيوت، كرم القاسم، مرحبا بك. كيف، ما هي الإجراءات غدا؟ هنالك جلسة محكمة، ما هي القرارات التي تتوقعونها؟ غدا يعني بنعرفش شو حنتوقع. احنا ما بنتوقعش اي شيء خير من الاحتلال، من المحكمه الاسرائيليه. احنا من سنه 72 لهلا قاعدين بنواجه القضاء وما عندناش اي امل فيه، لانه القضاء منحاز كان من اوليتها لحد هذه اللحظه. احنا املنا اكثر في موضوع الضغط السياسي، املنا اكثر في الضغوط الجماهيريه اللي رح تكون زي مسيره اليوم، تيجي بتسندنا وبتدعمنا عشان نوصل رساله لجميع الاطراف انه هذه البيوت لنا وهذا الحق لنا نسكن فيها. بكره رايحين نكون عندنا جلسه الاستماع في المحكمه، على ضوءها رح تقرر المحكمه اذا ممكن نقبل قرار الاستئناف تبعنا على قرار محكمة المركزية بإخلائنا ب2/5، أو يمكن ترفض القرار. إذا قبلت الاستئناف تبعنا ممكن نكسب شوية وقت عشان نأجل الإخلاء تبعنا، بس احنا مش معاملين كثير على المحكمة. وإذا رفضت الاستئناف تبعنا وطلب الاستئناف تبعنا، رح يكون قرار إخلائنا ابتداء من 2/5 نافذ، وإحنا مهددين أن نخلف أي لحظة ابتداء من بكرة إذا رفضت المحكمة قرارها. طيب فعليا إذا رفضت المحكمة التأجيل أو الاستئناف الذي ستقدمونه، ماذا يعني هذا الأمر فعليا؟ هل ستقومون بجمع أغراضكم والخروج من البيت، أم ستنتظرون الشرطة لتخرجكم بالقوة؟ كيف يتم هذا الأمر فعليا؟ هل هنالك تصور لديكم؟ يعني تصورنا ورؤية الموضوع نحن واقفين في بيوتنا، احنا ما رح نطلع من بيتنا. احنا هذا البيت حق لنا، سكننا فيه من سنة 56، سكنوا فيه أجدادنا، سكنت فيه والدتي وتوفت فيه وولدت فيه، أنا ساكن فيه. ما رح أعطي مفتاح بيتي لأي حدا، ولا أنا ولا إخوتي اللي ساكنين في هذا البيت. هذا البيت إلنا، اللي بحب يطلعنا من البيت غصبا عنا وبالقوة، احنا موجودين في البيت، ما رح نخلي البيت وما رح نسلمه لحدا. هذا البيت لنا، واحنا إن شاء الله رح نضلنا فيه موجودين وصامدين. شكرا لك كرم القاسم. إذن هذه هي الصورة من حي الشيخ جراح. انتهت قبل قليل هذه المظاهرة تضامنا مع العائلات المهددة بالطرد، وغدا سيكون قرار طرد 4 عائلات نافذ ابتداء من يوم غد. إليكم. نعم، إيمان جبور مراسلتنا من حي الشيخ جراح، شكرا جزيلا لك.